يوميا كل يوم وقفات يومية وخروج يوم كل يوم تضامنا مع شعب الجبار شعب الأبطال المجاهد الصابر المحاصر الذي يقصف ليلا ونهار ويموت جوعا ويموت في مقابر جماعية في غزة نتضامن معهم ونخرج هذه الجموع التي ترونها تخرج هذا اليوم كما هي تسجل وقفات يومية شبه يومية وأحيانا في اليوم الواحد مسيرتين تضامنا مع شعبنا في غزة لن نكل ولن نمل حتى ينقشع عنهم هذا الظلم. نحن دائما نخرج أبدا ونندد ونستنكر ونشجب ونستدعي من كان فيه ذرة خير من الضمير العالمي والإنساني أن ينقذ هذه العبادة الجماعية وأن ينقذ التجويع والقتل والتشريد من أهل غزة ومن سكان فلسطين. اليوم أبناء تعز في هذه الساحة الجميلة في ساحة الحرية تقضي وقفة قوية مع إخوانهم في فلسطين في غزة في كل مناطق فلسطين القدس فيها الأقصى فيها كلهم وهذا القوم الموجود والقوة الموجودة أنا لا أقول القوة المادية بقدر ما هي القوة المعنوية بقدر ما هي الأخلاق والسلوك التي الربانية الموجودة عند هؤلاء الأبطال. ما زلنا في الخروج الدائم والمستمر حتى رفع الحصار عن غزة العزة غزة الإباء والتحدي والنصر بإذن الله القادر. غزة محاصرة غزة تنتهك غزة مكازر وحشية للمشافي وللبيوت والمنازل. سنستمر إن شاء الله حتى رفع الحصار ومحاكمة القتلة المجرمين.